بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 17 بعد 107 على 1 بعنوان قراءة في كتاب معالم الهدى إلى فهم الإسلام للدكتور الأخ مروان القيسي. تم تسجيل هذا المجلس في 25 من جماد الآخرة 1413 هجري، الموافق 19 من الشهر الثاني 1992 ميلادي. هنا عندنا بحث بهم ضيفنا الطارئ اليوم أنه يسجله، وهو بحث لأحد إخواننا القدامى، وهو الدكتور مروان القيسي، في كتابه معالم الهدى إلى فهم الإسلام. في حدا بده يجي ولا كيف؟ يجي في حدا بده يجي؟ ليش باب مو على مذهبك؟ لأنه بده يشتغل. إيه، لكن أنت ما بتوافي معي على مذهبي. ما عرفت شو النكتة هي. وحق لكم. الأخ من حرصه على التسجيل، إذا واحد سألني هو مو متهيئ بيعطي إشارة ستوب، يعني بريك. ليه؟ لحتى يتهيئ هو ويلتقط السؤال والجواب. أنا بقول له يا أبو ليلى فيما يأتي خير وبركة، بيقول لا ما بدنا نفوت الفائدة. فهمتوا هاي؟ فأنا سألته بقى نعامل دون الجماعة على مذهبه ولا على مذهبي؟ قال لا على مذهبك. على مذهبي أنه أصبر لحتى إيش يجوا الجماعة ويسمعوا. هو بيقول لا بدنا نحن، عفوا، على مذهبه هو نستنى لحتى يجوا ويسألوا ويسمعوا كل شيء. هيك هو بده، هو هيك بده. إذا مت ما بتحب لنفسك حب لغيرك. لا، هلا بده على خير بن عاجله. طيب، على كل حال أنا أقول سيسمعون خيرا كثيرا إن شاء الله. يلا بسم الله. وهو بحث لأحد إخواننا القدامى، وهو الدكتور مروان القيسي، في كتابه معالم الهدى إلى فهم الإسلام
الحقيقة أن هذا كتاب يعني يمثل الدعوة السلفية في كثير من جوانبها، ومن ذلك أنه عقد فصلا في نقد الفقه المتأخر الذي لا يقيم وزنا للسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أعني بالفقه المتأخر الفقه التقليدي، ولو كان يعود تأريخه إلى القرن الرابع أو الخامس، لأن هذا الفقه التقليدي فعلا لا يقيم وزنا للسنة. ذلك لأن مما جاء في بعض أصول الفقه التقليدي أنه إذا ورد إليهم حديث صحيح عن الرسول عليه السلام معارض للمذهب رد وقدم المذهب عليه، وإذا جاءت آية مخالفة للمذهب أولت. هذا مما صرح به في بعض المذاهب الفقهية المتأخرة. أخونا الدكتور مروان القيسي يتعرض لمثل هذه الكلمة فيقول: وثمة مظاهر أخرى للإعراض عن السنة والتنكر لها، وبخاصة عند بعض المذاهب الفقهية، ذكر منها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ما يأتي: أولا، تقديم القياس على خبر الآحاد، تقديم القياس على خبر الآحاد، يعني هذا القول أو هذه القاعدة كان مدعاة للإعراض عن السنة باسم أن السنة الفلانية مخالفة للقياس. المصدر يقول: الإعلام، جزء كذا صفحة كذا، شرح المنار إلى آخره. ثم يذكر ثانيا: رد خبر الآحاد إذا خالف الأصول. أيضا يذكر بعض المصادر هما المتقدمان آنفا. ثالثا: رد الحديث المتضمن حكما زائدا على نص القرآن بدعوى أن ذلك نسخ له، والسنة لا تنسخ بالقرآن. وهذا الفقرة هي خلاف ما أجبنا عنه في الدرس القريب، والسنة لا تنسخ القرآن. ما أدري إذا كان المؤلف بارك الله فيه سيذكر في الأمثلة الكثيرة التي نقلها عن المؤلف المشار إليه آنفا وهو الألباني، لا أذكر إذا كان فيها مثال كيف ردوا الحديث ولم يعملوا به بزعم أنه مخالف للقرآن. فلنضع هذا في بالنا، فإن جاء في السرد الذي سيسرده من الأمثلة لفتنا نظركم إلى هذه القاعدة عند ذلك المثال. ثم يقول رابعا: عدم جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد. أيضا يذكر هنا بعض المصادر من المصادر الحنفية، ويضيف إرشاد الفحول للشوكاني. فهنا أقول ينبغي أن لا يتبادر إلى الذهن أنه حينما ذكر من المصادر لقاعدة عدم جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد أن الشوكاني يقول بهذا، لأنه ذكر من مصادره كتاب إرشاد الفحول للشوكاني، وإنما يكون الشوكاني ذكر هذه القاعدة نقلا عن الحنفية، نقلا عن الحنفية. وهذا أيضا له أمثلة لعلها تأتي.
أخيرا أي خامسا، تقديم عمل أهل المدينة على الحديث الصحيح. يقول هنا المصدر السابق كان المصدر السابق محمد ناصر الدين الألباني، الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. ثم يقول، وهذا المهم في الموضوع، ويضرب الشيخ الألباني أمثلة عملية لمخالفة الأحاديث الصحيحة. وقد رأيت أنه من المفيد بل من الضروري أن آتي بهذه الأمثلة ليتبين القارئ الكريم أن الموضوع جد خطير، وأن الإعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد استفعل أمره. أولا، حديث قسم الابتداء وأن للزوجة حق العقد 7 ليال إن كانت بكرا، أو 3 إن كانت ثيبا، ثم يقسم بالسوية. هذا يشير إلى حديث صحيح، وهو أن الرجل إذا تزوج بكرا على زوجته له الحق أن يبات عندها أسبوعا كاملا 7 ليال دون أن يبدأ بالقسمة، وإن كانت ثيبا ف3 ليال. هذا الحديث لم تعبأ به بعض المذاهب التقليدية، ما أنه حديث صحيح. بعد البيات 3 أو 7 يبدأ يقسم لهذه ليلة ولهذه ليلة، أو على ما يتفق معهن عليه. ثانيا، حديث تغريب الزاني غير المحصن. إذا زنى غير محصن معروف أنه يجلد كما هو نص القرآن، كما هو نص القرآن. لكن جاء في الحديث الصحيح أنه يغرب. رد هذا الحديث بدعوى هنا الآن يمكن ربطه بأنه زائد على نص القرآن. القرآن قال والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الحديث زاد على الجلد التغريب، قالوا الزيادة عن القرآن بخبر أحد لا يجوز، لذلك ردوا هذا الحديث. ثم قال ثالثا، حديث الاشتراط في الحج وجواز التحلل، وهذه فائدة مهمة جدا لكل حاج أو معتمر، وهو أن يقول حين الإحرام بالحج أو العمرة بعد التلبية فورا يقول اللهم محلي حيث حبستني. فإنه إذا قال هذه الكلمة واشترط على ربي هذا الشرط يترتب من ورائه أمر هام جدا، ومع أنه من صالح العباد ومن الرخص الهامة جدا يترتب عليها إسقاط بعض التكاليف الشرعية، مع ذلك الناس عنها غافلون. لماذا؟ لأن أكثر المذاهب لم تتبنى هذا الحكم. ما فائدة هذا الاشتراط؟ لو حج حاج ثم أحصر، فبنص القرآن من أحصر فما استيسر من الهدي، ثم عليه حج من قابل يجب أن يقضي هذا الحج الذي تأخر وأحصر عن إتمامه، حتى ولو كان قد حج حجة الإسلام، كانت حجة هذه تطوعا لكنه ما استطاع أن يكمل، عليه هدي وعليه حج من قابل. أما إذا قال اللهم محلي حيث حبستني فلا شيء عليه، وترون هذا في منتهى اليسر، مع ذلك الناس عن مغافلون. وينتج من هذه الغفلة ليس أنهم يعني أسقط عنهم هذان الواجبان إعادة الحج وإسقاط الهدي، بل يترتب عليه آثام، لأن كثيرا من هؤلاء لا يطبقون الحكم
لا يستأنفون الحج، لا يقضونه ولا يذبحون. بيقول لك أنا معذور، أنا مريضت مثلا، أنا أحصرت، اللصوص منعوني، ما شابه ذلك. هذا ثالثا. رابعا، حديث المس على الجوربين. أكثر المذاهب لا تأخذ بحديث المس على الجوربين، وما كان منها آخذا بحديث المس على الجوربين يشترطون أن يكون منعلا، يشترطون أن يكون ثخينا، يشترطون أن يكون عاضا على الساق بحيث لا ينزل. المقصود من مثل هذا الشرط هو تعطيل العمل بهذا الحديث. هذه الشروط من الناحية العملية أشبه بالنكتة العامية. هذه بيقول المضيف لضيفه، بيقول كل ولا تشبع، مأسوم صحيح لا تقسم، مأسوم لا تأكل. هاي معناها ابقى على ما أنت عليه. هذه الشروط حينما توضع في المسح على الجوربين معناها لا تمسح على الجوربين. لماذا؟ لأنه من العسير جدا أن تتوفر هذه الشروط. بينما الشارع الحكيم حينما سن للمسلمين المسح على الجوربين ما وضع لهم شرطا إطلاقا، إلا ما هو المعروف بالنسبة لمسح على الخفين، يوما وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليها للمسافر. ثم قال خامسا، وحديث أبي هريرة ومعاوية بن الحكم السلمي في أن كلام الناس والجاهل لا يبطل الصلاة. حديثان، حديث أبي هريرة، حديث ذي اليتين معروف، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يكن. قال بلى قد كان. فنظر إلى أصحابه قالوا صدق ذو اليدين، وكان بعيدا عن مقام الصلاة، فعاد إليه وأجاء بركعتين وسجد سجدتي سهو. هذا الكلام كله لم يعتبره عليه السلام مبطلا للصلاة لأنه كان ناسيا. كذلك حديث معاوية بن حكم السلمي، وقد كنا ذكرناه في بعض المجالس، والذي فيه أنه شمت من كان عن جانبه، قال له وهو يصلي رحمك الله، فما أمره الرسول عليه السلام بإعادة الصلاة لأنه كان جاهلا. بيقول سادسا، حديث إتمام صلاة الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد صلى منها ركعة. هذا الحديث من أحاديث المتفق عليها بين الشيخين من حديث أبي هريرة، وله شواهد عن غيره من الصحابة، مع ذلك فالحنفية لا يأخذون به. إذا طلعت عليه الشمس بطلت صلاته، سواء كان هذا الطلوع في الركعة الأولى أو في الركعة الأخيرة. بينما الحديث يقول من أدرك ركعة من صلاة الفجر فقد أدرك، من غربت عليه الشمس من صلاة العصر وقد أدرك ركعة فقد أدرك. ثم يقول سابعا، حديث إتمام الصوم لمن أكل ناسيا، وهذا من رخصة الله، من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه وليس عليه قضاء ولا كفارة. النوافل حتى يا شيخنا؟ نعم، لا فرق، هذه أوهام عامية. ثامنا، حديث الصوم عن الميت. قال عليه السلام من مات وعليه صيام قام عنه وليه. لكن هنا مسألة فيها خلاف، من حيث أنه هذا الصوم هل هو مطلق صوم ولا هذا مقيد بصوم خاص؟ فيه خلاف، والصحيح أنه مقيد بصوم النذر. من مات وعليه صوم أي صوم نذر، أما من مات وعليه أيام رمضان فهذا لا يصام عنه،
لأن هذا الصائم عفوا هذا الميت الذي مات عليه أيام رمضان له حالتان، إما أنه استطاع أن يقضي ما عليه ثم لم يفعل فقد مات آثما وصيام ولي عنه لا ينجيه، وإما أن يكون مات معذورا كأن يكون مات مريضا ولم يتمكن من القضاء فهو مات معذورا. إذن فلا داعي لمن مات هكذا معذورا أو مات كما تقدم غير معذور، لا داعي لقضاء الصيام عنه، وإنما من مات وعليه صوم نذر أوجبه بنفسه على نفسه فهذا هو المقصود بالحديث المعروف من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هل ما بي ما أختم؟ تعرف هاي؟ نعم. هل ما بي ما؟ أختم. إيه بس بدك تعرف عمليا مو شيك من كلام. بيقول المثال التاسع حديث الحج عن المريض الميؤوس من برئه من شفائه، يشير إلى حديث الخثعمية. حديث الخثعمية معروف في الصحيحين أن امرأة في حجة النبي صلى الله عليه وسلم سألته قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل أفأحج عنه؟ هذه سؤال الخثعمية. قال عليه السلام أرأيت إن كان على أبيك دين أفكنت تقضين عنه؟ قالت بلى. قال فدين الله أحق أن يقضى. بعض المذاهب لا تأخذ بهذا الحديث، ليه؟ لأنه لا يزال حيا وهو مريض، إذا مات ولو كان مستطيعا، شوف بالتناقض، لو كان مستطيعا الحج وما حج بحج عنه، أما رجل مريض لا يرجى له الشفاء ما بيجوز الحج عنه حتى يموت ولو من ابنه. بينما الحديث صريح أرأيت إن كان على أبيك دين أفكنت تقضينه عنه؟ قالت بلى. قال فدين الله حق يقضى. عاشرا أو عشرة حديث القضاء بالشاهد مع اليمين. شو معنى الشاهد مع اليمين؟ تعرفوا أنه أكثر القضايا لابد من شاهدين فيها عدلين، لكن أحيانا ما بتيسر الإنسان إلا شاهد واحد، فصح في أحاديث كثيرة أنه يكفي عن الشاهد الآخر الذي لم يتيسر أن يحلف المدعي مع شاهده يمينا، فيكون حلفه مقام الشاهد الثاني. هذا الحديث لا يأخذ به الحنفية. لماذا؟ هذا يصلح للقاعدة التي سبق ذكرها وهي مخالفة للأصول. شو قال هنا في ثانيا رد خبر الآحاد إذا خالف الأصول، فمن الأصول لابد من شاهدين عدلين. طيب هذا الحديث يقول يكفي شاهد مع اليمين، ردوه. هذا الرد بطبيعة حال مردود من أمثلة كثيرة جدا، لأنه مدام أن الحديث صح في ذلك فلوضع ذاك الأصل الذي لابد من شاهدين وضع أصلا آخر، وهو إذا لم يتيسر أحد الشاهدين فيكتفى بشاهد واحد مع يمين المدعي. ومن أحسن من بحث هذا الموضوع بحثا علميا دقيقا
الشيخ عبد الرحمن المعلم اليماني في كتابه العظيم فعلا التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل. هذا كتاب في مجلدين ألفه الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني، ولأول مرة طبع بتحقيق الألباني، ثم طبع أخيرا عدة طبعات. الطبعة الشرعية المعتمدة بعد الطبعة الأولى الطبعة الثانية بتحقيق الألباني أيضا ومقدمة جديدة من مطبوعات مكتبة المعارف في الرياض، هذه طبعة جديدة بتقديمي أنا. وبالمناسبة ألفت النظر أن هناك عدة طبعات، طبعة هندية وطبعة سعودية تبع هيئة كبار العلماء، هاتان الطبعتان طبق الطبعة الأولى الأصلية التي كنت أنا قمت بطبعها وبتعليق عليها وبنشرها أيضا على نفقة الشيخ محمد نصيف رجل عالم فاضل وشركائه. هاتان الطبعتان طبعة هندية وطبعة هيئة كبار العلماء طبعا توزع هذه مجانا، هي طبق الأصل ما فيها تغيير وتبديل. ثم طبعتي هي نفسها أحد الناشرين في القاهرة ويسمي مكتبه بالمكتب السلفي، وسرق هذا الكتاب وغير الواجهة، فكان مكتوبا تحقيق محمد ناصر الألباني، فأضافه اسما من عند نفسه من أجل ليوهم زبائنه بأنه هذا الكتاب أو هذه الطبعة غير الطبعة السابقة، الطابعة السابقة بتحقيق الألباني فقط، أما هذه الطابعة فهي بتحقيق الألباني والإضافة من عنده محمد عبد الرزاق حمزة، وهذا زور وكذب. ومن العجب الزايد على ما ذكر أن محمد عبد الرزاق حمزة ميت وليس له علاقة بهذا الكتاب من حيث طبعه ونشره والتعليق عليه إطلاقا، لكن الله يهدي أضاف هذا الاسم تجارة أن هذه الطبعة فيها محققين، أما الطبعة السابقة القديمة هي بس بتحقيق الألباني، وهي نفس الطبعة الألباني لكن أضاف هذا الاسم الثاني. نعم قلت التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل. ثم جاء سارق آخر فزاد ضغثا على إبالة نفس الكتاب تبعي، فقال تحقيق محمد ناصر الدين الألباني وزهير الشاويش وعبد الرزاق حمزة، صاروا ثلاثة وهو الأول. لكن هذا السارق الثاني أمكر من الأول، حيث أنه أضاف بعض التعليقات التي لا قيمة لها،
وبدون إذن مني. أيضا كما قلت في مقدمة الطبعة الشرعية الثانية، هذه هي نشر دار إيش المعرفة، دار المعارف في الرياض، هذه التي يجب أن تبحثوا عنها، دار المعارف في الرياض. يعني ما أضيف شيخنا فيه أسامي هؤلاء السراق؟ لا أبدا، هي الطبعة الأصلية الشرعية. فخير من بحث حول حديث القضاء بالشاهد مع اليمين هو مؤلف هذا الكتاب الذي اسمه عبد الرحمن. لكن هذا السارق الثاني أمكر من الأول، حيث أنه أضاف بعض التعليقات التي لا قيمة لها وبدون إذن مني. أيضا كما قلت في مقدمة الطبعة الشرعية الثانية، هذه هي نشر دار إيش المعرفة، دار المعارف في الرياض، هذه التي يجب أن تبحثوا عنها، دار المعارف في الرياض. يعني ما أضيف شيخنا فيه أسامي هؤلاء السراق؟ لا أبدا، هي الطبعة الأصلية الشرعية. فخير من بحث حول حديث القضاء بالشاهد مع اليمين هو مؤلف هذا الكتاب الذي اسمه عبد الرحمن المعلم اليماني، ورد على الحنفية ردا علميا قويا جدا. يقول 11 قطع السارق في ربع دينار، يشير بهذه الفقرة إلى حديث لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. هذا الحديث من أقوى الأحاديث الصحيحة، لم يأخذ به الحنفية، وهذا من أغرب غرائبهم. أنا معلق، أنا معلق. شوف صوتي تسجل، مصيح لأي صوت، لو صوت مش مشكلة عندي. لم يأخذوا بهذا الحديث، شوفوا بقى اللعب على الحبلين. لماذا؟ لأنه هذا الحديث زيادة على القرآن. القرآن شو بيقول؟ والسارق والسارقة، ما حدد. السلام عليكم. كيف هذا الحديث؟ وعليكم السلام. كيف هذا الحديث بيقول لا مو كل سارق؟ هذا تقييد للقرآن. شوفوا الآن بقى المشكلة، ليتهم أنه أخذوا بمطلق الآية. إذن لا طردوا قاعدتهم أنه لا يجوز تخصيص القرآن بحديث العهد، لكنهم ردوا الحديث الصحيح بدعوى معارضته للقاعدة التي وضعوها. وضح الكلام إلى هنا مشان تعرفوا العجب العجاب. الآية والسارق مطلقة، ونحن دائما نجيب الآية وغيرها، كيف إنه الرسول يبين القرآن؟ فلو أخذنا الآية هكذا والسارق، يعني لو سرق بيضة تقطع يده. لا، الرسول قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، هذا ما أخذوا فيه الحنفية، دخلوها بينه قاعدة أنه لا يجوز تقييد القرآن أو نسخه أو تخصيصه بحديث آحاد. لو أنهم وقفوا هنا كنا منقول والله أصل القاعدة هي خطأ كما تدل عليه هذه الأمثلة،
لكن على كل حال ما تناقضوا الجماعة، لكن انظروا ماذا فعلوا. قالوا تقطع يد السارق في 10 دراهم، والحديث ضعيف. أخذوا بالحديث الضعيف ونقضوا القاعدة تبعهم، وخصصوا الآية بالحديث الضعيف وردوا الحديث الصحيح بدعوى أنه يخصص أو يقيد القرآن. هذا رقم 11. رقم 12، من تزوج امرأة أبيه يضرب عنقه ويؤخذ ماله، يشير إلى هذا حديث في الصحيحين أن رجلا نكح امرأة أبيه، فلما أخبر الرسول عليه السلام أمر أحد الصحابة لعله البراء بن عازب بأن يقتله وأن يقطع رأسه لأنه تزوج امرأة أبيه. لا يأخذون بهذا الحديث. ليه؟ لأنه الأصل أنه يجب أن ينظر هل هو محصن أو غير محصن. إن كان محصنا قتل، وإن كان غير محصن لا يقتل. هنا قتل دون تفصيل. هذا حديث بخصص القاعدة، هن تمسكوا بالقاعدة وتركوا المخصص. 13، حديث لا يقتل مؤمن بكافر. لا يقتل مؤمن بكافر، كمان ضربوا هذا الحديث بالقاعدة العامة النفس بالنفس. لكن أولا هذه الآية وردت عشرية من قبلنا، وهذا الحديث جاء في صحيح البخاري لا يقتل مسلم بكافر، فردوا الحديث الصحيح لمخالفته لظاهر آية كانت شريعة من قبلنا. لعن الله المحلل والمحلله. رقم 14، هذا الذي لعنه الرسول عليه السلام من المحلل والمحلل له صححه نكاحهما، مع أنه اللعن أشد من النهي، وأي معاملة ينهى عنها الرسول عليه السلام تكون باطلة. فهنا النهي مقرون باللعن، مع ذلك أباحوا هذا النكاح. تعرفوا شو معنى لعن الله المحلل والمحلل له؟ يعني هذا الذي سماه الرسول بالتيس المستعار. خمسة عشر، لا نكاح إلا بولي. تركوا هذا الحديث بالنسبة للمرأة البالغة أو الفتاة البالغة سن الرشد، فيمكنها أن تزوج نفسها بنفسها دون إذن وليها، مع أن الرسول يقول بهذا اللفظ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ويقول في حديث آخر أيما امرأة نكحت نفسها بنفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. فإن استجروا أي اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له. 16، حديث المطلقة ثلاثا، لا سكنى لها ولا نفقة. إلى اليوم هذا الحديث معطل في الدوائر القضائية الشرعية زعموا. لماذا؟ لأن هذا مذهب أبي حنيفة بل وغيره أيضا. المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة. الآن يجبون على المطلق النفقة والسكنة خلافا لهذا الحديث الصحيح.
حديث أصدقها ولو خاتم من حديد، هذا لا يعمل به. لماذا؟ لأن هناك أنه لا مهرة في أقل من 10 دراهم، والحديث لا يصح. تركوا الحديث الصحيح وأخذوا بالحديث الضعيف. 18 حديث إباحة لحوم الخيل، يحرمون لحوم الخيل كما يحرمون لحوم الحمير، مع أنه جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بأكل لحوم الخيل. شو حجتهم؟ قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها، يعني فقط للركوب، ما بيأخذوا بزيادة الحديث أنه أذن بأكل لحوم الخيل. حديث كل مسكر حرام، هم يقولون لا، ليس كل مسكر حرام، في تفصيل من عندهم. ما هو هذا التفصيل؟ قال إذا كان المسكر من العنب فهو كما في الحديث كل مسكر حرام، أما إذا كان من غير عنب فلا يحرم منه إلا المقدار الذي يسكر، وهذه ظاهرية مش عصرية، ظاهرية قديمة، وليست ظاهرية من الظاهرية بل ظاهرية من الحنفية الذين يعارضون التمسك بالظاهر، فوقعوا فيما هو أسوأ مما يقوله أهل الظاهر. كيف؟ شرابان مسكران، هذا لا سمح الله من العنب، هذا لا سمح الله من التمر، هذا اشرب منه ما شئت بس لا تسكر، هذا حرام عليك أن تأخذ منه مصة. إيش الفرق؟ هذا من العنب وهذا من غير العنب، قد يكون هذا مخمر أكثر من هذا، قد يكون هذا مخفف وذاك ثقيل، مش مهم، هذا من العنب فيحرم منه قليله وكثيره، ذاك من غير عنب فلا يحرم منه إلا المقدار الذي يسكر. 20 ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. شو معنى هذا الحديث؟ الوسق هو الحمل تبع الجمل. هذا الحديث بيعطي نصاب الحبوب التي عليها زكاة، لازم تكون 5 أحمال من الإبل من الجمال، فإذا بلغ المحصول 5 أحمال فعليها زكاة. الأحناف يقولون كل ما أنبتته الأرض فعليه زكاة سواء كان قليلا أو كثيرا. هل كلية هذه مقيدة بهذا؟ مثل ما قيدنا نصوص كثيرة وكثيرة جدا، منها حرمت عليكم الميتة، كل ميتة، لكن قيد بماذا؟ بالحديث. وهكذا تراهم يردون السنة، الأصل في ذلك تأييد المذهب، لكن حتى ما يظهر هذا التعصب الجلي للمذهب صنفوا من عندهم قواعد سموها وزخرفوها والآخره، وقالوا مثلا حديث الآحاد لا يضرب به الأصول، حديث الآحاد لا يجوز تقييد القرآن والزيادة على القرآن إلى آخره. أنا الآن أقوم أتوضأ للمغرب وللبحث بقية إن شاء الله. ولا ريبة، ولا ريبة أن هناك فجوة بين الإسلام والواقع الذي تعيش البشرية، وحتى تزول هذه الفجوة ف
فأمامنا ثلاثة حلول يجب أن نختار منها واحدة. أن يكيف الواقع كي يتلائم مع الإسلام، يكيف الواقع حتى يتفق مع الإسلام، هذا الأول. الثاني أن يكيف الإسلام لكي يتلائم مع الواقع. ثالثا أن يحدث التكييف بقدر متساوي بين الاثنين، هي بسموها حلول نصفية أو أنصاف حلول، وإنه مما لا يحتاج لبرهان أو دليل أن متطلبات الحياة متجددة، وهذا التجدد دائم ومستمر. والسؤال الذي يطرح نفسه بهذا الصدد هو: هل تخضع الشريعة لمتطلبات الحياة المتغيرة، أم تخضع متطلبات الحياة المتغيرة للشريعة؟ ويمكننا أن نضع السؤال بطريقة أخرى: هل تخضع المتغير للثابت، أم تخضع الثابت للمتغير؟ إن الثابت إذا خضع للمتغير لم يعد ثابتا بل أصبح متغيرا، وبالتالي فإنه لم يعد صالحا لأن يخضع له المتغير. ومما لا ريب فيه أن العقل البشري متفاوت ومختلف، بل العقل الواحد متغير ومتفاوت ومن غير المعقول. عليكم السلام. ولا المقبول أن يخضع الثابت الإلهي للمتغير البشري، فالمتغير بحاجة دائمة إلى ثابت يرعاه ويضبطه، والثبات لا يعني الجمود وعدم القدرة على حل المشاكل. والشريعة جمعت بين العنصرين الثبات والمرونة، ففي الثبات أصالة وفي المرونة معاصرة، والثاني يخضع للأول وينبثق منه، والأمر يجب أن لا ينظر إليه من حيث الثبات والجمود، فلا يرفض الثابت لأنه ثابت، بل يجب أن ينظر إليه من حيث صلاحيته، فإن كان صالحا فنعم، وإن لم يكن صالحا فيرفض، لا لكونه ثابتا بل لكونه غير صالح. الشيء الذي يقال أيضا عن القديم والجديد، فلا يرفض القديم لقدمه ولا يقبل الجديد لأنه جديد، وإنما ينظر للصلاحية أولا وأخيرا. والاعتقاد بصلاحية الإسلام كما هو لكل زمان ومكان جزء من الاعتقاد بالإسلام أصلا، فلا يصح إسلام مسلم ما لم يعتقد ذلك ويجزم به. هذه حقيقة جيدة جدا. نعم. هاي جملة معترضة. الشعر قبل ما ننسى. كيف؟ الشعر شيء قبل ما تنسى. الشعر. لكل اجتماع من خليلين فرقة، وكل الذي دون الممات قليل، وإن افتقادي واحدا بعد واحد دليل على أن لا يدوم خليل. الله يعطيك العافية. هذه شيخنا تابع على كتاب مروان القيسي الكلام اللي حكيته الآن. طيب. خلينا أنقل الآن على الشريط، لأن الشريط مستنى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد.